يمكنكم أن تروا هذا المقص كيف يقص الأجزاء. كما تشاهدون هذا المزارع بواسطة هذه الأداة يقوم بوضع هذه الشتلات بالأرض. انظروا إلى هذه الموجة التي غطت هذا المكان. انظروا إلى هذه العين الساخنة وكيف تنفر المياه في الجو. يمكنكم رؤية هذا العامل والذي يقوم بتقطيع بذور عباد الشمس وتعليقها بهذا الشكل على شجرتها الخاصة. هنا هذا الشلال والذي ينزل به الناس بهذه القوارب بشكل رائع. هنا يتم إنزال هذه القطعة الجلدية الكبيرة لتغطية هذا المكان والذي سيصبح بركة ماء فيما بعد. هكذا يتم صناعة الأحجار الإسمنتية بواسطة هذه القوالب والطرق عليها، بعد ذلك قلبها. هنا يقوم هذا الشاب بقص هذا اللوح الزجاجي بطريقة مميزة للغاية. انظروا. انظروا إلى هذا المصنع الكبير وخط الإنتاج العملاقي هذا. يا لسرعة هذا العامل الرائع بوضع العجين في مكانه. انظروا كيف لهؤلاء العمال يقومون بصب الإسمنت بهذه الأماكن الفارغة. ما رأيك برحلة على هذه الدراجة على الهواء؟ هنا هذه الآلة والتي تنزل أسفل البلاط حتى يتم إخراج أو تصليح شيء ما. يمكنكم مشاهدة هذا العامل المبدع بعملية تبليط هذا السقف. هنا هذا الشاب وبواسطة مسدس الماء يقوم برمي الكرة ورفعها كما ترون. هنا هذا الشاب يقوم بجمع القطع بهذا الشكل. كما ترون هنا فيديو تم ترجيعه لهذا الفيضان كما تشاهدون. يمكنكم أن تروا معنا كيف يتم إنزال هذه العبوات بهذا الشكل. انظروا إلى هؤلاء العمال كيف يقومون بصنع أعمدة الحلوى ليتم تقطيعها فيما بعد. يمكنكم مشاهدة هذا العامل المبدع وكيف يقوم بتغطية هذه المجارير داخل هذا الحمام. شاهدوا هذا الشاب هنا والذي يقوم بتقسيم قنديل البحر إلى أجزاء. انظروا إلى هذه القطعة الهلامية التي أخرجها منه. هنا هذه الماكينة العملاقة تقوم برفع أو خلع هذه الشجرة من الجذور كما ترون. انظروا كيف تقوم بالتفريغ من حولها. يمكنكم رؤية عملية التصليح التي تقوم بها هذه الفتاة. يمكنكم مشاهدة هؤلاء الشباب وكيف يقومون بعمل هذا السلايم بهذا الشكل. شاهدوا هذه الشاحنة وكيف تقوم بإنزال هذه الكمية من الأسياخ الحديدية بهذا الشكل كما ترون. انظروا كيف يتم وضع هذا البالون على هذا المرش المائي بهذا الشكل الممتع. يمكنكم رؤية هذا المنظر الجميل والرائع لهذه الباخرة الكبيرة. يمكنكم رؤية هذه الآلة والتي تقوم بجزر أو تقطيع أو تفتيت أي شيء يمر بداخلها. هنا يتم رفع هذه الطبقة والتي تتكون فوق هذا القدر من الحليب. يمكنكم رؤية إبداع هذا النجار بسنفرة هذه القطعة الخشبية. انظروا إلى التطابق الرائع بهذه الأخشاب وكيف تدخل في بعضها البعض. تبدو معقدة نوعا ما. انظروا إلى هذا الشاب المحترف في الركوب على المزلاج وإلى مهاراته الرائعة.
انظروا كيف يتم صناعة هذه القوالب بواسطة هذه الماكينة. انظروا إلى سرعة العمال هنا بصف هذه الكميات من الأحجار. هنا هذه الماكينة لصناعة القوالب الإسمنتية الصغيرة. هنا عامل تبليط رائع يقوم بسحب الإسمنت بهذا الشكل. يمكنكم أن تروا هذه الآلة وكيف تقتلع الأشجار من الجذور. هنا يتم وضع هذه القطعة الخشبية في هذه الماكينة لتنفرم بهذا الشكل. شاهدوا معنا هذه الآلة وما الذي تفعله بهذا القش. انظروا إلى هذه الماكينة لسن البراغي الحديدية. هنا يتم سكب القصدير بهذه الطريقة بواسطة هذا القالب ليتم تصنيع هذه القطع. يمكنكم أن تروا هذه الآلة كيف تقوم بتقليب الأرض حول النباتات. هنا يقوم هذا الشاب برفع هذا البرميل بطريقة مميزة للغاية. شاهدوا هذه الأداة كيف تساعده. يمكنكم مشاهدة هذه الماكينة الرائعة لصف هذه القطع في الكراتين. شاهدوا هذه التسديدة الرائعة والمميزة من هذا اللاعب. شاهدوا هذا العامل كيف يقوم بصف الخضروات ويقطعها. يمكنكم رؤية كرة الريش هذه والتي تضربها فترجع لك بهذا الشكل. هذا المنحدر الرائع ينزل عليه هذا الشاب بطريقة جميلة وينزلق بهذا الشكل. انظروا إلى هذا المتزلج على الجليد وهذه القفزة الرائعة. شاهدوا هذا الشاب والذي يقوم بعمل أشكال أو حتى الحفر في هذه القطعة الشمعية. يمكنكم رؤية هذا العرض المميز للسيارات. شاهدوا هذه المهارة في صناعة الأخشاب وكيف لهذه القطعة أن تدخل بهذا الشكل. هكذا كما ترون يتم تغطية هذا الحائط بالإسمنت حتى يتم إخراج علبة الكهرباء. يمكنكم رؤية هذا العامل البارع وكيف يقوم بعملية الدهان المميزة. هنا يتم تبديل هذه الأذرع لهذه الجرافة الكبيرة. شاهدوا معنا هذا السباجيتي الملون، شكله رائع حقاً.